اليوم اول مره بشوف فداء وديع، اعطيتني شيء حطيته في هنا اخذوا مني. ايش رايكم في هذا التصرف؟ غلط. اقول مش محرك مو انا ما اخذتهاش انا. لبس لبس هي منتوس يعني انا اعطيته اليوم منتوس يعني منتوس يعني منتوس اوكي منتوس طيب شو؟ منتوس تقدر تاكلوهم مسؤولية الاخت ساجدة والاستاذ بحري ودريس يعني اليوم. بس احنا بشكل عام الهدف من هاي الفكرة صغيرة انه احنا اخذنا هاي الاشي، احنا كل يوم نتعرض انه عم نشرب عم ناخذ عم نروح عم نرافق شباب وصبايا عم بن ناخذ شغلات من ايدينا نعرفها حتى من ايدين اصدقائنا، اصدقائنا احنا ما نعرف شو سلوكياتهم كمان خلال النهار، يمكن احنا نلتقي هون او نلتقي بالشغل بالنهار نطلع لبرا. في كثير شغلات اللي عم ناخذها من الناس اللي احنا نعرفهم يمكن يكونوا اقرب الناس النا. بس احنا نعرف شو هذول يكونوا؟ نعرف قديش هذول الاشخاص هن قديش هن كمان عندهم مسؤولية لذاتنا على اساس انه احنا ناخذ منهم هاي الاشياء؟ فاهمين علي ايش بقول؟ بس بتكون الفكرة؟ فاهمين علي؟ احنا عم نطلع عم نروح عم نيجي عم ناكل بمطاعم هون بالبلد وبريت البلد وكمان عم نطلع شغل عم نواجه ناس كثير ان كان باطار مدرسه باطار غير مدرسه كمان بشغل عم نتضيق. في كثير ناس اللي عم بتروح من هيك شغلات، في كثير ناس اللي عم تستغل انه احنا شباب وانه احنا بدنا اكثر وانه احنا بدنا نبيع بدنا نعمل شغلات معينه بدنا نعطي اشياء ضاره بتضر جسمنا. واحنا عم بنشوف اليوم مجتمعاتنا العربيه الجريمه والعنف بايش متعلقه، يعني متعلقه بالمخدرات، يعني سلطة الأمن الداخلي اللي هي سلطة الشرطة يعني اللي هي وزارة الشرطة خلينا نحكي عم تمنع المخدرات بالليل، عم تمنع بيع الكحول بالليل، عم تمنع بيع السجاير لجيل معين، عم تمنع كل هاي الأشياء. ليش يعني؟ والهدف منها تجاري كمان، هاي كلها شغلات اللي عم تبيع منها والدولة تربح منها بالآخر بس عم يمنعوها. ليش يمنعوها؟ لأنها هي متعلقة بشكل مباشر بالعنف والجريمة، العنف والجريمة اللي هي ممكن انا بعرف انه بعبلين كم كل القرى في عنف وفي جريمه عم بنشوفه والشيء يعني ساطر بالمجتمع العربي كثير واساسه عم يرجع، يعني كل الابحاث عم بتدل انه اساس الشيء شرب الكحول والمخدرات. نعم ماده النيكوتين اللي موجوده ماده التبغ اللي حطوها بالسيجاره، ماده التبغ فيها ماده اسمها نيكوتين. النيكوتين مادة بتخلي جسمنا يتعود عليها، جسمنا يطلبها بشكل أكثر، في تعلق جسماني، في تعلق جسماني وكذلك في تعلق نفسي. تعلق الجسماني، تعلق الجسماني إنه ممكن حتى من ناحية نفس من ناحية جسدية ومن ناحية طبية ممكن إنه المدمن من ناحية جسدية يروح على مصحة معينة ياخذ علاج معين يقدر خلال 3 أيام يخلص منه هذا التعلق الجسماني، يقدر يغنفوله جسمه. بس في تعلق نفسي اللي هو اصعب، التعلق النفسي واغلبنا عم نعلق بالتعلق النفسي، هناك الناس المدخنين، اسالوا اي مدخن اللي له 5 سنين او 10 سنين بتدخن ايش اول شيء بدك تعمله؟ بيقول يا ريت ما بلشنا، تسمعوا هاي شغلتنا بتسمعوها. ابتلينا، ايش نسمع كلمات من المدخنين المدمنين؟ يعني حرق للصحة، حرق للجيبة، حرق لعمرنا، حرق لصحتنا، نسمعها ولا ما نسمعها هاي الكلمات من المدخنين؟ نسمعها انه زي اني متلين في هاي الشغلات. اسمع اشياء ثانيه. شو تسمع مثلا؟ الصبح بتعض الراس. واسمع اولت ودلع واخذت ولع انا كمان، ايش رايك؟ اولت ودلع واخذت ولع. بتعبي لك راسك الصبح، بس لما تفيق الصبح قبل ما تعبي راسك. بقول لك كيف بسمع يعني. لا بشكل عام اللي فيق الصبح مش انت، الناس المدخنين، جارك اللي بدخن. لما تفيق الصبح تسمع صوتك ليه؟ القحة بصراحة القحة، ايش سبب القحة يعني؟ ما رايك؟ الدخان عادي ما بسببش احد. الدخان العادي لا؟ لا هاي شركات التدخين اللي بدها تربح من ورانا، هدفها تجاري، وزارة الصحة العالمية اجبرتهم انه يحطوا هاي الملاحظة. من نباتات يعني كمان هاي الازهراء ملزمين من وزارة الصحة العالمية مش الدولة الاسرائيلية، كل العالم اجبروا كل شركة التدخين انها تحط هاي الملاحظة. ازهراء اقرأوا، مين يقرأ لي اول ملاحظة؟ الازهراء الاولى. عشان السيجار يخطب بصوت عالي ممكن جليل؟ عشان السيجار يخطب وبروبوت يلديخ يلديخها بكل السبابين بتاخ اتخا يعني كل الاسباب انه هيك بتستعملها عشانها سيجارة بقيع ببريوت يلديخها، يعني حتى هاي التدخين اللا ارادي، يعني مرات الاب والام مدخنين
والاولاد يلديخا هن عم بدخنوا معاهن، هذا تدخين لا ارادي، عم يتضرروا يعني كل اللي حوالينا. اذا واحد هون مشغل سيجاره، اذا اي شخص من اللي عم شغل سيجاره كلنا احنا بدنا نتضرر، لاننا مدخنين غير اراديين. وكان بالحال الاب والام اللي قاعدين ببيت بمحل مسكر بصالون وكل النهار عم بدخنوا او بالسهره او بنشوفها هاي، هذا عم بدخنوا تدخين لا ارادي، وهذا التدخين بوقي يعني بيضر بصحتهم. وهي كمان مره ملاحظات ملزمه شركات التدخين تحطها من وزاره الصحه العالميه.